أهلا بكم متابعي قناة المجلة. دعا إبراهيم عليه السلام قومه بشتى الطرق والوسائل، فلم يجد منهم إلا الإعراض، فقرر أن يهاجر من بلدته إلى مكان آخر ينشر فيه دين الله، وقال: إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم. هاجر إبراهيم عليه السلام من أرض بابل بالعراق إلى بلاد الشام، ثم ما لبث أن تركها وهاجر إلى مصر. واختلف العلماء في الحقبة التاريخية التي زار فيها نبي الله إبراهيم مصر، ولكن اكتشفت رسوم في إحدى المقابر الفرعونية، ما يظن العلماء أنه رسم لنبي الله إبراهيم، حيث تضم إحدى مقابر قرية بني حسن في محافظة المنيا بصعيد مصر مجموعة من النقوش والرسومات تسجل زيارة وفد آسيوي لمصر يضم 37 شخصاً من البدو بين رجال ونساء وأطفال. وأثار هذا النقش الكثير من علامات الاستفهام حول سبب إقدام المصريين على تسجيل مثل هذه الزيارة، وهو أمر غير معتاد لدى الفراعنة. وكان من أكثر النظريات اللافتة التي فسرت هذا النقش تلك النظرية التي تشير إلى أنه يسجل زيارة نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى مصر برفقة زوجته سارة ونبي الله لوط، بالإضافة إلى السيدة هاجر التي قدمها لهم فرعون مصر كهدية، والتي رافقته في رحلته إلى الجنوب، ليتم تسجيل هذه الزيارة على جدران تلك المقبرة تقديرا لمكانة نبي الله الذي استشعرها المصريون في ذلك الوقت. فعلى بعد 20 كيلومترا من مدينة المنيا تقع منطقة أثرية فيها جبانة مصرية قديمة تعرف بمقابر بني حسن، وفي مقبرة خنوم حتب الثاني الذي كان يعمل مديرا للصحراء الشرقية في عهد الفرعون سنوسرت الثاني، وبالتحديد على الجدار الشمالي للمقبرة، يوجد نقش يمثل قافلة من 37 شخصا وقد أقبلوا بقيادة زعيمهم الذي أطلق عليه النقش اسم أبشاي، وقد حملوا الكحل فيما يعزف بعضهم على آلة الطنبور، ولهم سمات الآسيويين من لحى كثيفة وملابس صوفية مزركشة ذات خطوط وزخارف طولية وملونة. وقد كتب عند اسم أبشاي وبأسفل الوعل الذي بيده كلمة حكا خسوت، وتعني حاكم البلدان الأجنبية. من أشهر من أكد نظرية تسجيل هذه النقوش لزيارة إبراهيم عليه السلام لمصر الدكتور رشدي البدراوي في كتابه الشهير قصص الأنبياء والتاريخ. ويرى البدراوي أن زيارة إبراهيم عليه السلام إلى مصر كانت في عصر الأسرة 12، خاصة وقت ازدهارها في عهد أمنمحات الثاني وسنوسرت الثاني وسنوسرت الثالث. وقال إنه من الصعب تحديد الوقت بدقة، ولكن من المرجح أن الزيارة كانت في عهد سنوسرت الثاني، ويضيف أن البعض قد اتخذ من هذا النقش دليلا على رخاء مصر ورفاهيتها، إلا أنه يرى أن هذا التفسير كان يمكن أن يكون مقبولا لولا أن النقش موجود في مقبرة في الدلتا أو الجزء الشمالي من الوجه القبلي، إلا أن وجوده في بني حسن قرب ملوي يوحي بأن سبب الزيارة شيء آخر غير التجارة، كما أن قدوم وفد للتجارة ليس له هذه الأهمية البالغة بحيث يستحق تسجيلها، وإلا لوجدنا مئات من هذه النقوش على المقابر. كذلك كان الآسيويون يقومون أحياناً ببعض الغارات للحصول على الغذاء حينما يصيب القحط بلادهم، وكان المصريون يصدون هذه الغارات ويسجلونها لو كانت غارات كبيرة لتخليد انتصارهم، وكانوا حينئذ يصورون الآسيويين مقيدون أو يسجدون للفرعون، بعكس نقش مقبرة بني حسن حيث صور الآسيويين مرفوع الرأس ومعهم رماحهم. ويقول إن الكتابة الموجودة بجوار النقش كذلك تثير العديد من التساؤلات، حيث تقول الكتابة: ويتقدم الجماعة رئيسها حاكم البلاد الأجنبية أبشاي ويحمل لقب حق أي أمير. ويشير البدراوي إلى أنه من المسلم به أن إبراهيم عليه السلام كان رئيس الجماعة التي كانت معه عند زيارته إلى مصر، كما أنه كان من القوة في حبرون وبئر سبع، والبعض يقول إنه قد ملك دمشق في ذلك الوقت، لذلك فإن وصف حاكم البلاد الأجنبية ينطبق عليه تماما. أما بشأن ملابس النسوة التي ظهرت في النقش وعددهم 4، فيقول البدراوي: لو دققنا النظر في هذه الملابس لوجدنا أن زي 3 منهن متشابه ويغطي الكتف اليسرى في حين يترك الكتف اليمنى عارية، وكانت هذه عادة النساء الآسيويات. أما زي 4 فهو يغطي الكتفين كعادة المصريات،
وعليه يمكن افتراض أن النسوة الأربعة كن سارة وزوجة لوط وزوجة إليعازر، أما الرابعة ذات الزي المصري فهي هاجر. يضع الدكتور البدراوي بناء على هذه المقدمات تصورا كاملا لتفسير هذا النقش، فيقول إن فرعون مصر لما رأى من قدرة رب إبراهيم ورعايته لسارة زوجته أيقن أنه رجل له كرامات، فكان أن أعطى لسارة هدية هي هاجر المصرية، وكذلك أعطى لإبراهيم عطايا كثيرة من الغنم والهدايا. ويضيف قائلا يبدو أن إبراهيم عليه السلام قابل كهنة أون ومنف وناقشهم ودعاهم إلى الإيمان بالله وحده، وأن الإله لابد أن يكون واحدا ولا بد لجلاله أن يكون غيبا لا يرى. وبالطبع كانت هذه المبادئ تتعارض مع ديانة البلاد، فاستحال أن تسجل الزيارة على جدران أحد المعابد. وعن سبب تسجيل الزيارة على جدران مقبرة حاكم الإقليم يقول البدراوي إنه يمكن افتراض أن صاحب المقبرة أراد أن يسجل حسن معاملته لهذا الرجل المبارك حتى يكون ذلك شفيعا له في الحياة الآخرة، بحيث يوضع ذلك في ميزان حسناته. ويدلل على ذلك بأن الميت يقول يوم حسابه طبقا للعقيدة المصرية القديمة لتبرئة ساحته أمام قضاة الآخرة: يا رب الحقيقتين، ها أنا ذا أجيء إليك أجلب الحقيقة وأطرد الإثم، إني لم أقترف إثما ضد البشر ولم أفعل شيئا تمقته الآلهة. ولعل حاكم الإقليم أراد أن يضيف داخل مقبرته ليس قولا فقط بل تسجيلا بالصورة، فكأنه يقول وقد أكرمت هذا الرجل المبارك من ربه ولم أسبب له أي أذى. ويختتم البدراوي نظريته بقوله إنه لو أطلقنا العنان لخيالنا قليلا أمكننا القول بأن الرجل صاحب المقبرة كان قد آمن سرا بإبراهيم عليه السلام وأراد بتسجيل هذه الزيارة في مقبرته أن يكون معه في الآخرة ليشفع له. كانت هذه آراء بعض علماء الآثار المصرية فيما يتعلق بتلك النقوش الغريبة، والله سبحانه أعلم بما كان من شأن نبيه الكريم عليه السلام. ذهب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع السيدة سارة بمفردهما إلى أرض مصر ليأتي بشيء من الطعام والشراب إلى أرض فلسطين. لما نزل أرض مصر بعض الناس شاهدوا السيدة سارة وذهبوا إلى الملك ووشوا بالسيدة سارة، قالوا أنه قد دخلت إلى أرض مصر امرأة لا يحل أن تكون لأحد غيرك. يعني الملك طبعا كان أي واحدة جميلة بيستأثر بها لنفسه، كما ذكرنا بأنها في عمر كبير، مع أنها في عمر كبير وهذا طبعا شيء برضو لعله من الإعجاز الذي وهبه الله عز وجل لها، لأنها عجوز هي كبيرة في السن جدا ومع ذلك تلفت الأنظار بجمالها، يعني في 70 سنة وتلفت الأنظار بجمالها، هذا شيء طبعا نادر. فالملك عالم أن في مرأة جميلة دخلت إلى أرض مصر فطلبها لنفسه. طبعا سيدنا إبراهيم وحيد ودخل مصر وليس معه أحد وليس معه أتباع وليست له قبيلة، فخشي على السيدة سارة عليها السلام أن تؤخذ من هذا الملك أو يتعرض لها بالسوء أو يرتكب معها فاحشة، فقال أو يقتل هو، يقتل هو كزوجها، يقتل حتى يتخلص منه الملك ويأخذ الملك. السيدة سارة فدعا الله عز وجل أن يرزقه يعني الحماية ولكنه بدأ يأخذ بالأسباب. فقال للسيدة، سأله الملك بداية قبل أن يأتي بالسيدة سارة، سأله من هذه؟ فقال هي أختي، لم يقل أنها زوجتي، لأنه لو قال زوجتي لقتله الملك حتى يأخذ المرأة منه. فقال هي أختي. ثم ذهب إلى سيدنا إبراهيم إلى السيدة سارة وقال لها ليس هناك مؤمن ولا مؤمنة على وجه الأرض غيري وغيرك، يقصد أنه ليس هناك مؤمن ومؤمنة متزوجان، لأن طبعا سيدنا لوط كان موجود، سيدنا لوط كان مؤمن هو الآخر، لكنه يقصد أنه ليس هناك زوج وزوجة على الإيمان إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. يعني هو يريد يقول أن هذه ليست كذبة إنما هي تورية، أنا قلت ذلك حتى لا يتعرض لي الملك بالقتل، مع أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعرض قبل ذلك للإلقاء في النار. نعم. ونجاه الله عز وجل هو لا من النار، يخاف لكنه لابد أن يأخذ بالأسباب. نعم. لابد أن يأخذ بالأسباب التي يحمي بها نفسه ويحمي بها السيدة سارة، فإن سألك ويحمي الدعوة ويحمي الدعوة من بعدي، لأنه ليس يتكلم بالدعوة في أرض فلسطين إلا هو، فيقول فإن سألك فلا تكذبيني ولكن قولي أنك أختي، فأنت أختي في الإسلام.
وبالفعل ذهبت السيدة سارة إلى الملك ودخلت عليه وسألها من أنت؟ فقالت أنا أخته، فمد يده عليها حتى يأخذها، فشلت يده، أخذها الله عز وجل. دعت السيدة سارة رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء. ممتاز. هو بعدما شلت يده يعني طبعا تعجب، وواضح أن السيدة سارة كانت تدعو الله عز وجل في ذلك الوقت، ولاحظ هذا الأمر، فربط ما بين دعوتها وتمتمتها اللي كانت تمتم بها إلى الله عز وجل وبين ما حدث له، لأنه طلب منها بعد ذلك أن تدعو الله له أن يفك يده ويطلقها. فدعت ربها سبحانه وتعالى ففك يده. أنا عايزك تقف هنا وقفة مع الموقف ده عشان أعرفك قيمة السيدة سارة في الميزان الإنساني وفي ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى. هي قيمة عالية جدا، وهي جداً ليست جداً نبية، وليست نبية، لكن بعض العلماء من هذا الموقف قالوا أنها نبية، وهذا طبعا إيه يعني مخالف لجمهور العلماء. لكن العلماء الذين يقولون أن الله أرسل نساء قالوا بالنبوة على ثلاثة من النساء في العالم: السيدة سارة نتيجة هذا الموقف، السيدة يوكابد لأم موسى عليه السلام، لأنه ربنا يقول في سورة القصص: فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فأوحينا، فالوحي هذا للنبي لا يأتي إلى الأنبياء، لكن طبعا هو ممكن يأتي على سبيل الإلهام. نعم. فيقولون أنها نبية، وطبعا هذا خطأ أيضا. والسيدة الثالثة هي مريم عليه السلام، لأنها خاطبت جبريل، فيقولون أنها جبريل لا يأتي إلى الأنبياء. لكن في الثلاث مواقف طبعا أن هذا الرأي مرجوح، وربنا سبحانه وتعالى لم يرسل إلا الأنبياء، لكن هذه قدرها عالي جدا جدا. فقال لها الرجل يعني ادعو الله لي أن يفك يدي وأطلقك. فدعت ربنا سبحانه وتعالى أن يفك يده ففكها فأمسكها مرة ثانية، يعني تنكر لكلمته، فشلت يده للمرة الثانية. سبحان الله. فقال ادعو الله لي وأطلقك، فدعت ربها للمرة الثانية ففكت يده، ففي هذه المرة قرر أن يطلقها. مش بس كده، ده قرر أن يحملها بالهدايا، فحملها بالقمح والشراب والطعام وما كانوا قد أتوا إلى أرض مصر ليأخذوه، وفوق ذلك أخدمها هاجر عليها السلام. نعم. أعطاها هدية واحدة مصرية من الجاريات التي كانت عنده، وكانت من أعظم الجاريات في قصره. فهو رأى المعجزة ورأى أن هذه السيدة إذا دعت ربها حدثت له المأساة، أحب أن يكرمها، وإذا دعت ربها فشفاه، فأراد أن يكرمها فأخدمها هاجر عليها السلام. وبالفعل عادت السيدة سارة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أرض فلسطين، ومعهم المرأة الجديدة هاجر لتدخل في قصتنا بعد ذلك. نرجو منكم محبي ومشجعي قناة المجلة نشر فيديوهاتها بعمل شير للفيديوهات التي تحوز إعجابكم وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، تشجيعا منكم على دوام استمرارنا بإذن الله تعالى. لكم منا كل التحية والاحترام، فريق عمل قناة المجلة. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.